مساء الفل عليكم. تعالوا النهاردة نعمل كيكة زمان. يعني ايه كيكة زمان؟ الكيكة دي اللي بتطلع عالية ومرتفعة وهشة وفاتحة من جوه، وبتطلع كده حلوة وخفيفة ولذيذة وطعمها جميل. كيكة الأمهات بقى اللي اتعودنا عليها. تعالوا النهاردة أعملها لكم، بس أعملها النهاردة بمكون جديد. يعني هنعملها النهاردة بالرمان، بما إن الرمان بقى طلع وملى السوق. فتعالوا النهاردة إن احنا نعمل كيكة الرمان بطريقة سهلة وبسيطة، وتطلع طعمها حلو وتطلع فاتحة جدا وريحتها تجنن بجد، ريحتها مالية البيت كده، حلوة قوي قوي قوي. تعالوا نشوف عملنا الكيكة الحلوة دي ازاي. بس لو لسه ما اشتركتوش في القناة، اتمنى تدوسوا على كلمة اشتراك تحت الفيديو باللون الاحمر، وتفعلوا الجرس على كلمة الكل. ما تنسونيش بقى في لايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد بقدمه. وبشكر كل اللي بيتابعني وبينتسب في القناة، ميرسي جدا جدا ليكم والكومنتاتكم الحلوة. وما تنسونيش بقى في دعوة حلوة منكم، وما تنسوش بقى تدعموني في القناة كتير بكلمات كده تشجعني ان انا اكمل. الكيكة دي ينفع تتعمل في سواء صواني كب كيك او في انجليش كيك او في اي صينية انتوا تحبوها. اول مكون عندنا وهو الرمان. انا هجيب الرمان دلوقتي وهوريكم طريقة حلوة كده وبسيطة ان احنا نفصصه يعني بسهولة. ان احنا بنشيل بس الراس بتاعته، وبعد كده بنبتدي ان احنا نقسم الرمانة كده لاربع تربة. ممكن نقسمها اتنين على فكرة، بس اربعة بتكون سهلة للناس اللي لسه اول مرة تعمل الطريقة دي. وبعد كده نبتدي ان احنا نجيب طبق ونجيب معلقة خشب عندنا، ونخبط على كل ربع من الرباع دي. هتلاقوا الرمان اتفضى معاكم بسهولة جدا ومن غير اي مجهود ولا طاقة خالص، وهيبقى سريع قوي قوي، وتقدروا ان انتوا تخلصوا كمية كبيرة قوي بمنتهى البساطة ومن غير كمان ايديكم ما تتبقع. بالنسبة للناس اللي بتشتكي ان ايديها بتسود بعد ما بتفصص الرمان، بمنتهى البساطة بعد ما تفصصي الرمان بس هتجيبي ليمونه وتدعكي بيها ايديكي، هتلاقي ايديكي رجع زي الفل، مفيش اي مشكله. هنشيل بقى الحاجات البيضه دي عشان ممكن تكون سبب في ان الكيكه تمرر شويه، وكمان مش هيبقى طعمها مستحب. قشر الرمان يا جماعه له فوائد كتير قوي قوي قوي، هعمل لكم حلقه مخصوصه عن قشر الرمان. بس نذكر من فوائد قشر الرمان ان هو من الحاجات اللي هي بتعالج مشاكل البشره والشعر يعني بطريقه هايله. هجيب بقى الخلاط بتاعي وهنزل بيه الرمان اللي انا فصصته بالشكل ده، وهحط عليه ميه. بالنسبه للكميه احنا مثلا هنقول ان احنا هنستخدم 3 رمانات متوسطتين الحجم. لو رمان كبير يبقى هناخد واحده بس، واحده كبيره او 3 صغيرين، وهنحط عليهم في حدود كوبايه من الميه، عشان انا عايزه بس العصير بتاع الرمان اللي انا هعمله ده يكون سميك شويه. هحط عليهم كمان معلقه صغيره من لون الطعام، تمام، معلقة صغيرة من لون الطعام. ليه؟ علشان خاطر يلون معايا حلو، ما يبقاش فاتح. يعني هنجيب ونصفيه طبعا بعد ما نعصره كويس، بنصفيه وبنصفيه في شاشة عشان البذر بتاع الرمان ده مش هينفع يتحط جوه الكيكة خالص. هنجيب بقى 2 كوباية من الدقيق، واحط عليهم كوباية الا ربع من السكر، ومعلقتين كبار من النشا، واقلبهم كويس جدا. نقول كمان 2 كوباية من الدقيق، كوباية الا ربع من السكر، ومعلقتين من النشا، ونقلبهم كويس جدا جدا زي ما انتم شايفين. الدقيق بيكون منخول يا جماعة اكتر من مرة، بيكون منخول اكتر من مرة. وطبعا الدقيق دايما بنطعمه بحتة ملح صغيرة، يعني رشة ملح خفيفة جدا جدا. وبعد كده بعد ما بنقلب الدقيق والسكر بالشكل ده، الدقيق والسكر والنشا بالشكل ده، بنزل بباكو من البيكنج باودر او الكيكشف المتوفر عندي، بس بستخدم باكو كامل علشان خاطر الكيكه تطلع معايا مرتفعه وهشه، ما تبقاش مكتومه خالص. وبعد كده برضو بقلب كل المكونات الجافه. يفضل ان انا استخدم بولع كبيره شويه عشان خاطر كل حاجه تتقلب كويس جدا. اهم حاجه زي ما قلت لكم ان كل حاجه هستخدمها تكون في درجه حراره الغرفه، يعني العصير اللي انا عاملاه ده ما ينفعش يكون ساقع، ميه عاديه جدا. بضيف دلوقتي 1 كوباية كبيرة من عصير الرمان اللي انا عملته وصفيته خالص خالص، بس ضايفه له زي ما قلت لكم حطاه له سنه لون طعام، علشان خاطر يدي لون حلو كده، وكمان يدي نكهة حلوة، وعشان خاطر الرمان لسه جديد فتلاقوه برضو مش محمر للدرجة. لكن لو انتوا الرمان اللي عندكم فاتح، او لو انتوا الرمان اللي انتوا جايبينه ده غامق كده لونه زي النبيتي او احمر الكاتم ده، يبقى خلاص انتوا مش محتاجين تحطوا لون طعم. هبتدي ان انا احط 1/2 كوباية من الزيت، وانا دايما بحب استخدم في كل الكيكات بتاعت الزيت، مش بحب ابدا ان انا اضيف الكيك له سمنة الا نادرا. يعني
الكيك بيدي هشاشة الزيت بيدي هشاشة للكيك اكتر من السمنة. هي فعلا السمنة بتدي طعم حلو دسم كده، وتحسوا ان انتوا بتاكلوا كيكة كده يعني من الزمن القديم زي ما بنقول، لكن الهشاشة بصراحة والارتفاع بتاع الكيكة بيكون اكتر لو احنا بنستخدم الزيت زي ما انتوا شايفين كده. دي العجينة، طبعا العجينة تقيلة جدا، احنا مش هتنفع ابدا العجينة على كده، فاحنا هنبتدي ان احنا نخف العجينة بتاعتنا. لان انا لما حطيت ما حطيتش كوبايه العصير كلها مره واحده، حطيت كوبايه الا ربع، وادي الربع اللي فاضل علشان خاطر يبتدي العجينه تخف معايا وتبقى قوامها زي قوام الكيك بالشكل اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي كده. عايزه اقول لكم ان مش لازم احنا نستخدم عصير الرمان، ممكن احنا نستخدم اي عصير اي حاجه تانية. يعني ممكن في الوصفه دي ممكن نستخدم عصير البرتقال كبديل لعصير الرمان، ممكن كمان نستخدم الحليب، ممكن كمان نستخدم الميرندا او السيفن او الحاجات دي، وممكن كمان نعملها بالمية عادي جدا. ده بالنسبة لقوام الكيك. هبتدي ان انا اضيف بقى ربع كوباية من المية المغلية الاساسي بتاعنا في كل الكيكات بتاعتنا علشان خاطر تبتدي العجينة تفك معايا وكمان تطلع هشة اكتر واكتر. حركة ان انا احط مية مغلية على الكيك بجد فرقت جدا 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 في مفهومي لكل الكيك، وخصوصا لما انا جربتها بكيكة الحليب الساخن، او ان انا جبت الحليب وغليته لما جيت عملت كيكة الحليب الساخن، فعلا غيرت مفهومي خالص للكيك. وبقى ده اسلوبي فعلا، ان انا دايما لما اعمل كيك لازم اضيف لها يا مية مغلية يا لبن سخن، ده اساسي. وبعد كده بقى ابتدي ان انا اجهز القوالب اللي انا هصب فيها الكيك، سواء لو هجهزها في قوالب كاب كيك او في القوالب الانجليش، او لو هصبها في اي قالب انا محتاجة. ده قوام مثالي جدا للكيكة بتاعتنا. هبتدي ان انا اجيب دلوقتي قوالب الكاب كيك بالشكل ده، وهبتدي ان انا افرش فيها الورق بتاع الكاب كيك. وطبعا لو الورق بتاعي دهني او ليه ملمس دهني خلاص مش هحط زيوت او سمنة، لكن لو الورق جاف كده تحسه، فانا طبعا عشان اطلع منه الكيك بكل سهولة فابتدي ان انا احط له سنة صغيرة بس من الزيت عشان خاطر اضمن ان الكيكة ما تلزقش في الورق، ودي حاجة لازم ان انا يعني لازم ان انا اعملها. هبتدي ان انا احط بقى جوه الكب كيك، جوه قوالب الكب كيك الكيك بتاعي. تقريبا بنحط في كل قالب من القوالب تقريبا النص، وبنسيب النص فاضي لان الكيكة هتعلى وتملأ القالب للاخر. وطبعا بعد ما ملينا صواني او قوالب الكب كيك ال 12 دول، هنبتدي ان احنا نصب باقي الخليط في قالب للانجليش كيك علشان خاطر يبقى عندي كيكه متنوعه، عندي الكب كيك وعندي الانجليش كيك. وزي ما قلت لكم تقدروا تعملوه في اي قالب انتوا حابينه، بس الكب كيك ده بيبقى حلو جدا في المدارس وحلو جدا برضو مع اولادنا، بيعجبهم قوي قوي بالشكل اللي انتوا شايفينه. جبت قالب بقى وبدات ان انا ابطنه، وحطيت جواه دقيق وسمنة، وبعد كده حطيت بقى الكيكة بتاعتي لنص القالب، برضو هزتها هزتين كده عشان خاطر لو فيها اي هوا بتطلع. وبعد كده بقى شغلت الفرن. طبعا انا مشغلة الفرن اول ما بدأت في الكيك، فدلوقتي الفرن بقت حرارتها مناسبة جدا. هبتدي ان انا احط الكيك بتاعي كب كيك بيقعد في الفرن لمدة 20 دقيقة، اما الكيك العادي ده اللي انا عاملاه بيقعد في حدود من ساعة الا ربع، يعني 25 كام ساعة الا ربع. بعد نص ساعة بنفتح عليه وبعد كده بنديله 5 دقايق كده تحت الشواية، وده بيكون شكل الكيك بتاعنا. بس خلي بالكم الكيك احيانا بيلون زيادة، يعني انا الكب كيك للأسف سبته لون سنة، لكن الكيكة دي الحمد لله ما خليتهاش لونت فطلع لونها فاتح. فطبعا لون الكيك من بره بيفرق على حسب درجة التسوية او درجة حرارة الفرن. هنسيب الكيكة طبعا جوه الفرن لحد ما تتمضغ كده وتبقى مظبوطه، وبعد كده بقى هختبر لها اختبار بخلية الاسنان او بالسكينه، وبعد كده طبعا بطفي الفرن واسيب الكيكه ما اخرجهاش من الفرن عشان ما تبداش ان هي تهبط اول ما بتطلع. ولما الكيكه تبرد خالص ببتدي ان انا اقلبها في طبق التقديم واقطعها بالف هنا وشفا. اتمنى وصفه كيكه النهارده بدون بيض بدون لبن تكون وفرت عليكم كتير، وكيكه اقتصاديه وكمان ما حطيناش فيها سمنه،
وتجربوها وتقولوا لي رأيكم، ايه رأيكم في كيكة زمان بمكونات الآن. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة، تفعلوا جرس على كلمة الكل، ما تنسوش بقى لايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد بقدمه. بشكر كل اللي بيتابعني وبينتسب في القناة، ميرسي جدا جدا ليكم ولكومنتاتكم الحلوة للدعاية والإعلان على القناة. هسيب لكم اللينك ورقم التليفون في صندوق الوصف. تحياتي ليكم بألف هنا، وشوف اشوفكم دايما يا رب على خير قريب.